جاهزة؟ يلا. بص أنا عاوز الجزئية دي تتحط في بداية فيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. نستكمل مع بعض الفيديو الفائت اللي كان خاص بجولة الفطور الصباحية للدواجن بتاعتنا، وإحنا امبارح خلاص غلطت، نعيده تاني معلش يا عبد الرحمن. ماشي. أنا مش هشيلهم، خليهم كده أحسن لأن تقيل قوي. تقيل. ايه لا خليه كده احسن. طب استنى عشان نعمل مقدم. يلا معلش معلش يلا بينا. يلا يلا كمان انضاف للمجموعه بتاعتك. بص بقى معلش هناخد صوره جديده بالمجموعه الجديده تاني عشان احنا حاطين هطلع تاني على الصور تاني، ما تزعليش مني معلش، استحملي شويه عشان تطلع الصوره جميله. الكرسي جميل. الكرسي محطوط؟ الكرسي محطوط. طب يلا قافل بس على الكرسي. قافل لو مخرب، لان فعلا الصوره دي فعلا محتاجه تتصور. والله احنا جمعنا شويه كبار شويه صغيرين خلاص، شويه صناديق صغيره. خد التليفون. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. لا لا لا. ده حاجة جميلة والله. يلا الصورة. ثواني هظبط الكادر بس. عبد الرحمن عشان الصورة تطلع كويسة، معلش. عامل ايه؟ اتضيري. ناحيتي. كده؟ أيوه. تمام ممتاز. كف إيدك بقى يبان. ايوه زي ما انت كده، ثانيه واحده ماشي بالظبط كده. الله يبارك فيك زي ما انت. اكفيلي يعني وطيلي كمان شويه كمان شويه. ايوه ياه معلش معلش. هاتي 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 معلش انا اسف معلش. عارف عارف والله. انت داريتي على الكرو على الكرن على البنجر. البنجر مش باين. انزلي انزلي وظبطي الصينيه. ايوه ظبطي لي بقى الصينيه. ايوه وبعدي دول عن بعض كده. تمام شكرا. يلا تاني. تمام ايدك بقى عند الفول بس كده بس زي ما انت زي ما انت. معلش 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 معلش. دراعك وجع. تعالوا خدوا من التليفون يلا عشان انسى. هنكمل الفيديو؟ هنزل اخزنه تحت. نكمل الفيديو بس الاول. دول بقى هعملهم مخلل. الورق اللي فاضل ده للدواجن والفراخ بتاعتي، والورق الناشف هرميه لزرع الدود. هاخد ورق للمحشي وهاخد ورق للفراخ. كده احنا بقى هنبدا نصور تحت. يلا بينا. يلا خد الصينيه دي في ايدك بقى وانت نازل عشان ما نطلعوش هنا بقى تاني. خدي لي صوره بقى بالمره يمكن نحتاجوها. ها يلا رايك. يلا اقف تعالى هنا اقف في الحته دي كده. يلا ننزل بقى الخضر ده. بصي بصي هنحطهم على السوري عشان الكلب. تمام هناخدهم على المطبخ بقى على طول. هعدي بس وبعدين هو ياكل ازاي اصلا؟ وهو اصلا فضولي بيحب يشوف كل حاجه. كله مستني الفطار، كله عازف. واتكلهم دول. احنا فطرنا الداخلي اللي هي اللي جوه كله فطر صح؟ فاضل اللي بره بس. عايزين فاضل اللي بره، اللي بره بقى لازم نعمل لهم عشان نقلب العلب. تعالى نعمل لهم يلا بينا. ركسوا سبعنا على تحت. زي ما يكون بيسمع الكلام وبيفهمه. انزل يلا بينا. بيفهم فعلا الكلام، بيفهم كل حاجه. بص كده فلوس اهي. نبدا بالبادجي. هو البادجي احنا بنقفل المكان ده بالليل بالقماش ده عشان الهواء ما يعملش تيار هواء هنا، المكان بيبقى دافي بالليل. انا كنت حاطط لهم قرن فلفل
حاضر. كلوا منه. كلوا منه. علقوا لهم تاني. قول لي كم عبد الرحمن؟ أنا شايف إن الدنيا هنا ضلمة، صح؟ أجيب استاند الإضاءة، صح؟ لا مش مستاهلة، أنا منورة بالتليفون. الستاند الإضاءة هيفرق كتير واحد يشوف. ثواني مش هغير، ده في دقيقة هجيبه وأجي. أنا جبت الستاند. جبت الستاند. عايز أجيب التصوير بتاعك كده. استنى لما أطلع فوق. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما بدأنا الفيديو بروتين الصباح بتاعنا وطعام الدواجن الصباح، بدأناه بأجمل طائر عندنا وروعة في الجمال وشكله جميل جدا جدا جدا. الله، ده زيارة كبيرة. يا نهار اسود. لا 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 لا. الله الله. متعمدين بقى. الله. ثواني تجيب السفينة كده. يا ده الغول. ليه بس؟ هما دول مضطهدينك، ما بيعملوهاش عليا. بيحبوني. هما مضطهدينك. انت بتقف في حتة مدارية. لا ما انا واعية وانا هبلة. يا دهوتي على السلامات. الله الله. معلش. انا مش مهم انا هصبن النهاردة. ماشي. اغسل هدوم النهاردة. بس انت كده ده انت الكسوة بتاعتك ملت الدنيا، يعني كل يوم بتتكسر. نرجع تاني. نرجع تاني كده هدومه مظبوطة؟ تمام. ثانيه واحده، ثانيه واحده، اخد صوره. طب بلاش هنا، تعالى ناخده بقى هناك عشان حتى عبد الرحمن يعرف يقصها. طب اطلع بره كده. طيب يلا. ايوه ثانيه واحده المنزل. يلا. لا بص انا مش عايزه اي زيارات عليا عشان كده قله ادب. لا لا ما حدش يطير عليا. يلا هم فرحانين جناحاتهم كده. ثانيه واحده، ثانية واحدة، نزل ايدك لتحت وارجع ايدك لفوق لورا لورا عشان تظهر. يلا رجعهم بقى الفلاش بتاعه. بسم الله. موت. ورمي راح فين؟ بيطير فوق. طار فوق؟ طار مع الحمام. يا كلبة خلاص مش هتشوفيه. اهو اهو اهو. شوف 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 فين واقف في حتة عجيبة. استنى شوف ورا ورا الحمامة، ورا الحمامة البيضة دي، شايفين مكان ولا بشاور عليها؟ خلاص استنى ما اكبر له. شايفينه اهو مستخبي ورا الحمامة البيضة اهو. شايفينه بشاور عليها هنا. فين؟ طلع فين؟ أعلى حتة. خلاص ده خلاص. في كتاكيتي عاملين إيه؟ كبروا، كبروا ريشهم جميل، ألوانهم جميلة أوي. والظاهر إن ده الدكر ودي النتاية ولا إيه؟ هو اللي بيضرب دايما. يضربني يضربني. حط الحمام هنا اكله بالمرة. طبعا بطلوا بس يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا خليكم هنا لحد ما نخلص تصوير. كلها ينزل، كلها ينزل. عيال ظلم كالبزيه.
حشر هنا؟ ايه اللي حشر هنا؟ اطلع. مش عارفه تطلع، حبست نفسها. شوفها، يلا. عايزين ايه؟ عايزين اكل. ها؟ البط ده اليف جدا. اولاد زورو. المايه ديت احنا دول اولاد زورو. المايه زرع دوت مباشره.